مساء الخير واهلا بيكم حلقه نهايه الاسبوع وكلمه اخيره. نجمه حلقتنا النهارده هي بطله مسلسل كامل العدد اللي حصل على نجاح كامل العدد في رمضان، النجمه دينا الشربيني. دينا اللي ظهورها المبهج بقى عنوان لاعمالها في السينما والتلفزيون، الحقيقه انها ايضا كانسانه تحمل الكثير من البهجه والتواضع والشقاوة والإصرار. النهاردة هنقترب من النجمة دينا الشربيني ومن الإنسانة دينا الشربيني، نحكي على كامل العدد وعلى الفن وعلى اللي قادم وعلى اللي فات، ونحكي كمان عن الحياة. وقبلها هيكون في عندنا فقرة إخبارية قصيرة عشان نستمتع بحوار مع دينا أطول شوية. هنتابع في أولا ردود الأفعال الطبية حول بيان شركة أسترازينيكا واعترافها في المحاكم البريطانية أن تطعيم كورونا الذي حصل عليه الملايين حول العالم قد يكون له آثار جانبية، والحديث هنا أكثر عن الجلطات. إيه اللي حصل؟ ماذا يعني ذلك؟ هنحاول نفهم ماذا يعني ذلك، لأنه طبعا بيان أسترازينيكا يعني أخاف الملايين في حول العالم من اللي خدوا الفاكسين. ونتابع أيضا في فقرتنا الإخبارية مسار التفاوض حول الهدنة واتفاقها في غزة، ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن يقول إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار وعلى حماس عدم التأجيل ولم يعد لديها عذرا، بينما نتنياهو ما يزال يتوعد باجتياح رفح. ومنذ قليل أمير دولة قطر اتصل بالرئيس السيسي وتباحث حول وقف إطلاق النار والجهود لإدخال مزيد من المساعدات وحقن الدماء. الأسبوع اللي جاي عيد القيامة وشم النسيم، كل سنة وانتوا طيبين. ما زلنا في أسبوع الآلام، الخميس وخميس العهد ثم الجمعة العظيمة ثم سبت النور، ونحتفل مساء السبت بقداس القيامة والأحد طبعا بعيد القيامة. كل سنة وكل أقباط مصر بخير، وعندنا شم النسيم يوم الاثنين، يعني أسبوع من الاحتفالات والأجازات، احتفالات مصرية. كل سنة وكل المصريين بخير، أقباط ومسلمين. طبعا عيد القيامة عيد قبطي، ولكن شم النسيم ده عيدنا كلنا، فدايما بنحب نحتفل جميعا، اتعودنا نحتفل بأعيادنا سوا. كل سنة وانتوا طيبين. يلا نبتدي الحلقة. حالة من الجدل الواسع مش بس بين الأوساط العلمية والطبية، ولكن على مستوى المواطنين، الناس في العالم كله اللي خدوا يعني فاكسين أو تطعيم أسترازينيكا، بعد ما اعترفت أسترازينيكا في وثيقة قانونية قدمت في محكمة من المحاكم البريطانية إنه لقاحها المضاد للكورونا أو الكوفيد يمكن في حالات نادرة جدا أن يسبب ما يسمى بالتي تي اس أو تجلط الدم في متلازمة نقص الصفائح، وهو أمر قد يسبب الوفاة. هذا طبعا مقلق جدا بالنسبة للناس كلهم حول العالم، وده ممكن طبعا يعرض الشركة للمقاضاة، مقاضاة بالملايين من المواطنين. القصة بدأها مواطن بريطاني حصلت في أسرته حالة برضو من الإصابة بالجلطات، عمل رفع قضية، وبعديه في عدد من القواضي او القضايا رفعت ضد شركة أسترازينيكا، وهذا اول اعتراف للشركة امام المحكمة البريطانية على خلفية هذه الدعاوى القضائية التي تقدم بها عدد من البريطانيين. طب بصراحة الناس قلقانة، سواء والناس هنا قلقانة على مستوى العالم كله، خاصة مع زيادة حالات الجلطات. احنا حاسين بزيادة الإصابات بالجلطات، سواء جلطات القلب أو جلطات المخ، في مصر، في العالم كله، فاحنا نشعر بزيادة هذه الجلطات. هل هنكتشف مع الزمن ومع الوقت إنه لقاحات الكورونا قد تسبب
هذه الجلطات دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة. دكتور مساء الخير. وزارة الصحة أصدرت بيانا أمس، لو تقول لنا مضمون هذا البيان. مساء الخير استاذه لميس، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. يعني قبل ما اقول لحضرتك البيان اللي اصدرته وزاره الصحه، خليني اقرا لحضرتك تعليق من مايو كلينك على احد الادويه. نعم. مايو كلينك بتقول على الرغم من ان تناول هذا الدواء بشكل يومي يمكن ان يساعد في الوقايه من السكته الدماغيه. طب انا مش سامعه الصوت كويس قوي يا دكتور، ممكن هنقفل ونتصل بحضرتك تاني عشان انا فعلا مش سامعاه، ولا المشكله في السماعه عندي هنا؟ فخلينا يا جماعه نحاول نتصل بالدكتور حسام تاني، ان انا مش سامعاه هنا. طيب استرازينيكا، خلينا اتابع تاني لحد ما يعود لنا دكتور حسام. استرازينيكا في بيانها قالت انه لقاحها ضد فيروس كورونا قد يسبب ويؤدي في هذه الحالات النادره بتجلط الدم، وقالت ايضا في بيانها من خلال الادله المتوفره من التجارب السريريه والبيانات المعتمده على دراسات الملاحظه ثبوتت بالدليل العلمي ان لقاح استرازينيكا اوكسفورد يتمتع بملف سلامه مقبول، حيث أن المسؤولين المختصين بالتشريع الدوائي حول العالم أكدوا أن فوائد التطعيم تفوق مخاطر الآثار الجانبية شديدة الندرة. وقال البيان أيضا أنه وفق تقديرات مستقلة تم إنقاذ أكثر من 6.5 مليون حياة في السنة الأولى من استخدام اللقاح، وقد تم توفير أكثر من 3 مليون جرعة على مستوى العالم. دكتور حسام يمكن كده الصوت أحسن؟ سامعيني كده بشكل أوضح؟ كده أفضل كتير، اتفضل. طيب خليني زي ما قلت لحضرتك قبل ما نتكلم على لقاح أسترازينيكا بشكل محدد، أقرأ لحضرتك ما ذكرته المايو كلينيك. نعم. عن بعض الأدوية. مايو كلينيك بتقول على الرغم من أن تناول هذا الدواء بشكل يومي يمكن أن يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية المرتبطة بالجلطات الدموية، إلا أن الآثار الجانبية والمضاعفات الناجمة عن تناول هذا الدواء بشكل يومي تشمل سكتة دماغية ناجمة عن انفجار أحد الأوعية الدموية، وقد يزيد تناوله من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المصاحبة للنزيف. ممكن أن يؤدي تناوله بشكل يومي إلى نزيف المعدة المعوي، ويمكن أن يؤدي أيضا تناوله إلى أعراض تحسسية شديدة جدا. الكلام ده عن الأسبرين يا فندم. الأسبرين. وبالتالي ما قلناه نحن أن التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات هو مسألة معروفة ومقررة من سنة 2021، إلا أن هذا العرض هو نادر جدا، يبلغ 3 حالات كل مليون. وبالتالي انه نسبه حدوث الجلطات بعد التطعيم تكاد تقارب نسبه حدوث الجلطات بعد الاصابه بالفيروس. ولهذا من سنه 2021 ما فيش اي جهه، لا هيئه الدواء الاوروبيه ولا منظمه الصحه العالميه، اوصت بتوقف استخدام اللقاح، لان الفائده المرجوه منه اكبر بكثير من احتماليات الاضرار زي ما ذكرت انا حاليا في الاسبرين. بل ان الاصابه بالكورونا بتؤدي الى الجلطات اكثر ب10 مرات من احتماليه التعرض للجلطات بعد التطعيم. يعني حضرتك عايز تقول لي انه عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه تاني جدا، ان احنا النهارده احنا بنتكلم في 2024. التعرض للجلطات ممكن يحدث في نافذه زمنيه لا تزيد عن 2 شهر. بعد كده الحقيقه بعد 4 سنين ولا 3 سنين ولا 2 سنين، فده شيء لم يثبت علميا، ومفيش اي دلائل علميه بتقول انه انا هاخد التطعيم في 2021 او 2022 فهيجي لي جلطه في 2024. صحيح، لكن احنا لاحظنا
انه فعلا او ما اعرفش هل ده مرتبط بالكوفيد او مرتبط باللقاح ولا لا، بس في ملاحظات ان في زياده في معدلات التجلط ومعدلات الجلطات حتى في ناس حوالينا. انا هنا بتكلم على انا زي ما ذكرت لحضرتك احتماليات التعرض للجلطات بعد الاصابه بالكوفيد اكثر ب10 مرات من احتماليات التعرض للكوفيد بعد التلقيح. يعني برضو الدراسات الـ 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 طبعا كل شوية بيبقى فيه دراسات أكتر عن اللقاح اللي يعني خرج في وقت سريع جدا، فبيتكلم على واحد أنه ما لا يقل عن 81 حالة وفاة في بريطانيا يشتبه فيها أنها مرتبطة بالتفاعل السلبي الذي تسبب في تجلط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم أيضا انخفاض في الصفائح الدموية، وأن واحد من كل 5 أشخاص عانوا من هذه الحالة أنفسها من الجلطات، ومع ذلك يمكن أن يؤدي بشكل نادر إلى وجود نزف ونزيف في المخ، وده عرض نادر جدا. وبالتالي احنا النهارده بنتكلم على الفائده التي تحدث من التلقيح تفوق بكثير جدا الاعراض النادره التي قد تحدث. وحضرتك لما بتقولي انه 1 من 5 ده 1 من 5 اللي حصل لهم تجلطات اللي هم 81 من 5 مليون اللي تم تطعيمهم. طيب هل ايضا من الملاحظ ايضا ان الاوتو اميون ديزيزز او الامراض المتعلقه بالمناعه زادت جدا في الفتره الاخيره، هل يمكن ان يكون هناك رابط باي شكل من الاشكال بين مش الكوفيد ولكن بين اللقاح التطعيم ان هو بيستفز شيء في الجسم يؤدي الى انه الاوتو اميون ديزيزز او الامراض المناعيه تزداد نتيجة هذه اللقاحات؟ طيب خليني أقول حاجة ببساطة يا أستاذة لميس. هو التطعيم عبارة عن إيه؟ التطعيم يا إما إنه جزء من الفاكسين اللي هو الحمض النووي من الفاكسين، أو هو فاكسين ميت أو فاكسين مضاعف. يعني هو فيروس ميت أو فيروس مضاعف أو جزء من الفيروس، مش كده؟ تمام. طيب إذا كان الفيروس الميت أو الفيروس الضعيف أو جزء من الفيروس هيؤدي إلى آثار، أليس من المنطق إن الفيروس بكامل قوته هو بيؤدي إلى آثار أكبر؟ وبالتالي فالآثار تنتج بسبب الفيروس هي بلا شك أكثر تأثيرًا وقوة وانتشارًا من أي آثار قد تنتج بسبب جزء من الفيروس أو بسبب فيروس ميت أو بسبب فيروس مضاعف. احنا في مصر طبعا استخدمنا هذه الفاكسينات كجزء من العالم، هل احنا بندرس الفاكسينات دي قبل ما نستخدمها ولا ايه القواعد الطبية يا دكتور؟ احنا بالاضافة الى الحصول على الموافقات من الهيئات الصحية العالمية، عندنا هيئة الدواء المصرية تقوم بدراسة الفيروسات بشكل او التطعيمات بشكل مباشر وبشكل محلي، وبيتم الحصول. احنا مش بنكتفي بالموافقات العالمية، لكن لازم يبقى عندنا موافقات من هيئة الدواء المصرية بعد دراسة محلية للفاعلية والمأمونية. والحقيقة احنا بندرس المأمونية قبل ما بندرس الفاعلية، فإذا ما ثبتت المأمونية بننتقل إلى الفاعلية. بصراحة وأنا بسألك هنا كطبيب بقى مش كمتحدث لوزارة الصحة، لو عاد بك الزمن انت تاخد الفاكسين في وقت الكورونا، وهل يعني احنا مع الزمن طبعا الفاكسينات دي او اللقاحات دي خدت موافقات مؤقته في توقيتي لان كان لازم يبقى فيه صوره بعد سنه من استخدام اللقاحات، هذه اللقاحات حصلت على موافقه الاستخدام الكامل. ودايما بقول لحضرتك انه الدراسات حتى هذه اللحظه والنهارده بعد 3 سنين من الاستخدام اللقاحات ما زالت النسب الاثار الجانبيه هي ضئيله جدا، والتكاثر تقارن بكل الادويه بالمضادات الحيويه بالاسبرين. انا ذكرت لحضرتك النهارده مثال شائع جدا وهو الاسبرين، والذي يستخدم منذ عشرات الاعوام ومع ذلك له اثار جانبيه. فالاثار الجانبيه للادويه هي امر معروف، لكن دائما نحن ننظر الى
الاستفادة مقارنة باحتمالية الأثار الجانبية. يبقى تقول للناس إيه اللي قلقانة أول ما قرت بيان أسترازينيكا؟ تقول للمواطنين إيه اللي أخدوا لقاح أسترازينيكا وقلقانين؟ أقول لهم ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن هذه المعلومة أصدرتها أسترازينيكا والمؤسسات الصحية العالمية من 2021، إحنا النهاردة في 2024، أن الضرر في النسبة الضئيلة جدا اللي هي 3 في كل مليون أو هي تحدث بعد تلقي اللقاح مش بعد 4 سنين من تلقي اللقاح. ولهذا النهاردة البحث في هذه المسألة أنها سوف تحدث ضررا لأن أنا أخذت اللقاح في 2021 أو 2022، الحقيقة لا يوجد له أي دليل لا علمي ولا طبي ولا عقلي حتى. شكرا دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة، ويعني من الواضح انه يعني هنعرف بقى بالزمن وبالتجربة، ولكن من الواضح انه هذه حالات نادرة، نتمنى ان تكون كذلك، لكن العلم والطب هيكتشف هل الاوتو اميون ديزيزز دي امراض المناعه بيتم استثارتها مثلا من هذا اللقاح ولا لا، هل في امراض تانية هتكتشف. هذه الشركات عليها أن تكون شفافة وتفصح عن كل شيء، لأنها كمان موجودة في البورصة وطبعا قد تتعرض لخسائر كبيرة. نذهب إلى انتظار صفقة الهدنة بين حماس وإسرائيل اللي متوقعين أو منتظرين الرد يصل غدا مكتوبا من حماس. كان في وفد في حماس وزي ما قلنا لكم امبارح غادر وقال أن هناك رد مكتوب سيصل. الوفد الإسرائيلي لن يصل القاهرة إلا بعد وصول رد حماس. بلينكن في زيارته للأردن قال أنه يعني مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة وعلى حماس عدم التأجيل، وحان الوقت للموافقة على المقترح. وقال أيضا بلينكن أنه العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين، وقال سأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو. أيضا منذ قليل الرئيس السيسي زي ما قلنا لكم في المقدمة تلقى اتصالا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، تناول الاتصال المستجدات حول جهود التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. ما هو الجديد دكتور أيمن الرخب المحلل السياسي الفلسطيني؟ ما هو الجديد؟ أين نحن الآن في قضية الهدنة؟ بداية تحية أستاذ لميس ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. طبعا أولا أتمنى أن توافق حماس دون تحفظ على الورقة التي بين أيديها، ما طبعا اطلعنا عليه من هذه الورقة بها كثير من الإيجابيات. الأزمة ستكون لدى الاحتلال الإسرائيلي، فيجب أن لا يعطوا مبرر الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من ذلك. هناك مباركة عربية وأمريكية لهذه الهدنة وهي مرحلة من مراحل الصفقة، كما أصبح صار معلوما هذه الهدنة ستنفذ على مرحلتين هذه المرة. المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 أسير إسرائيلي من فئة المدنيين والنساء والأطفال طبعا دون استثناء، وإطلاق مقابل ذلك إطلاق سراح 990 أسير فلسطيني. حماس ستحدد 100 منهم دون تحفظ إسرائيل، وهذا أمر مهم جدا. عودة النازحين دون تحفظ من الجنوب إلى الشمال ودون تدخل إسرائيلي إلا بالمراقبات عبر الكاميرات من بعيد، وهذا أمر لا يطير، وأعتقد هذا أمر مهم جدا تم إنجازه بجهد كبير جدا بذلت مصر به ساعات طوال الإقناع ذلك. لذلك قلت أن الأزمة ستكون لدى الإسرائيليين. أضف إلى ذلك زيادة حجم المساعدات التي ستدخل قطاع غزة خلال فترة 42 يوم التي ستكون هذه الهدنة. سيكون هناك طبعا المرحلة الثانية وهو إطلاق سراح باقي المدنيين المش موجودين عند حماس وموجودين لدى الفصائل الأخرى، ويقدر عددهم حسب التقديرات، طبعا لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، يقدر أيضا بقرابة 9 أسرى. إذا تم ذلك سيكون مقابلهم أسبوعين من الهدنة وإطلاق سراح أيضا طبعا 300 أسير فلسطيني. هنا ستكون الأمور تسير بهذا الاتجاه. نتابع في الجانب الآخر الإسرائيلي، هناك أزمة كبيرة جدا. الكابينت الذي كان مقرر عقده اليوم في الساعة 6:30 بتوقيت القدس التغى هذا الاجتماع دون مبرر. نتنياهو التقى مع بن غفير مع سمرش، التصريحات التي تأتي من جانب الاحتلال الإسرائيلي خطيرة. لذلك أتمنى من حماس أن لا تفوت هذه الفرصة، وهذه فرصة تحتاج إلى
عقلية سياسية ذكية تتعامل بالأمر بذكاء، ولديها في جعبتها ما تكمل به الجولة التالية وهي الجنود والضباط، وبالإمكان أن تناور أكثر. لكن الجميع الآن بحاجة لهذه الهدنة. نعرف الهدنة دائما نقول لها تبرد الحروب، هدنة تمتد إلى أكثر من 60 يوم قد تكون فرصة بشكل أو بآخر لتدخل الوسطاء، عسى أن تنتهي هذه الحرب المجنونة على شعبنا الفلسطيني. هل تتضمن هل يتضمن الاتفاق أيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر نتساريم وهو الحد الفاصل بين شمال وجنوب القطاع؟ هل وأن الفلسطينيين يقدروا يرجعوا دون أو يتم على أن يتم تفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع من قبل قوات مش إسرائيلية؟ توضيح في هذا الامر، هناك طبعا ما نشر في الاعلام هو غير دقيق، ان قيل قوات مصريه وهذا غير دقيق بصراحه. ما تم الاتفاق عليه من جانب مصر، الاسرائيليين تحدثوا عن انسحاب الجيش الاحتلال من محورين نتساريم وشارع هارون الرشيد، يعني شارع البحر وشارع صلاح الدين، على مسافه 500 متر، ويتم خلال ذلك المراقبه والتحكم في حركه العائدين. مصر اقترحت طبعا، حماس طلبت كيلو 700 متر، حماس اقترحت كيلو دون تدخل اسرائيلي، واسرائيل فقط ستراقب ذلك بالكاميرات كما هو الحال في معبر رفح. معبر رفح يراقب بالكاميرات من قبل الجانب الاسرائيلي. لا تدخل هنا لا لقوات مصريه ولا لقوات دوليه، فقط سيكون هناك اشراف على تنفيذ هذه المرحله دون استثناء، وسيكون حريه التنقل على شارعي صلاح الدين وشارع هارون الرشيد او مفرق نتساريم سابقا، والامور ستسير بهذا الاتجاه. لذلك قلت انا ما يقدم جيد على حماس ألا ترفضه وأن تتعامل في الأمر بذكاء أكثر من أي حسابات أخرى. ونعتقد هذه ليست نهاية الحرب، هذه مرحلة، نستطيع أن نؤجل اجتياح رفح، بذلك يكون هناك فرصة ليتسنى للوسطاء للتدخل عسى أن تنتهي هذه الحرب. ولكن آخر تصريح لغازي حمد أمس القيادي في حركة حماس قال إن وقف إطلاق النار غير واضح، يعني فماذا يعني ذلك؟ لأن في هذه المرحلة لا يتم الحديث عن وقف كامل إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من عمق المدن على أطرافها، انسحابه من طبعا عندما يبعد عن نتساريم كيلو، فسيبقى بعد كيلو من منتصف قطاع غزة. نعرف أنه في منطقة نتساريم حتى منطقة الحدود قرابة 2.5 كيلو، إذا انسحب كيلو فيبقى خلفه 1.5 كيلو في عمق قطاع غزة. لا زالت الحرب مستعرة، نحن نعلم أن هذه المرحلة ليست مرحلة انتهاء الحرب، لذلك نقول يجب أن يكون هناك ذكاء في استقبال هذه المبادرة، لأن هذه سيبنى عليها. إذا تم نجاح هذه المبادرة مع وقف طبعا إطلاق طيار أو تحرك طيران الاحتلال من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة لتتمكن المقاومة من جمع باقي الأسرى، هذا أمر مهم جدا، وهذه ستبنى عليها بصراحة، لأنه هدنة نوفمبر لم تكن قادرين، لأنها كانت باليوم، على أن يكون هناك تدخل الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق النار. لا ننسى أن في الطرف الآخر هناك صراع، جزء من اليمين يريد ويهدد نتنياهو إذا وافق على هذه الهدنة فإنه سينسحب من الحكومة بالضبط. وهذا سؤالي، ماذا سيحدث في إسرائيل؟ يعني ما زال نتنياهو يتوعد بأنه سيجتاح رفح سواء كانت هناك هدنة أو لم تكن هناك هدنة، ما هو موقف الإسرائيلي داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي؟ وهل تصريحات نتنياهو هذه فقط للاستهلاك المحلي؟ يعني اليوم كان اجتماع كابينيت التغى، هو أو مجلس أمني مصغر التغى، كان في هناك تصريح مهم لزنجوت، قال أن تتحكم اثنين من المتطرفين أو المجانين، وصفهم بالضبط في الإعلام العبري، وهو يقصد بن غفير سموريتش بمستقبل دولة الاحتلال، هذا يجب أن يتوقف بشكل كامل. في نفس السياق تحدث يائير لبيد زعيم المعارضة بنفس الاتجاه، وقال يجب أن تقبل هذه المبادرة وألا يكون نتنياهو رهينة لبن غفير وسموريتش. سموريتش وبن غفير هددوا بسياق واضح أن إذا تم هذا الاتفاق، حسب ما وصلهم هذا الاتفاق، أنهم سينسحبوا من الحكومة، هذا تهديد لا رجع به. بالسابق في نوفمبر هدد سموريتش بن غفير ولكنهم لم ينسحبوا من الحكومة، قد يكون لذلك وفقط من باب تقوية جبهة نتنياهو والضغط على المقاومة ليأتي الرفض من قبل حماس. لذلك قلت أنه يجب أن لا نستبق نحن الأحداث، يجب أن تكون لدى المقاومة ولدى قيادة حماس مقدرة على التعامل بذكاء بشكل عالي جدا في هذه المرحلة، وبالتالي إذا تم قبول ذلك فهذا سيحدث شرق داخل دولة الاحتلال، إما سيكون لديهم مشكلة في داخل الحكومة أو سيوافق على الهدنة، وبالتالي نذهب إلى هدنة مؤقتة. نتنياهو هدد بأنه لم يوقف الحرب، ونحن نعلم أستاذ لميس أن بالنسبة لنتنياهو الحرب يطوق نجاة وسيعود إلى الحرب لاحقا، إن كانت استمرت الهدنة شهرين أو أكثر
وسيعود الى الحرب. لاحظ انه لديه هدفين، هدف تحرير اسراه وهدف القضاء على المقاومه، حتى لا لم يحقق شيئا منها. ولكن اذا استقال وزير الماليه، ويعني اذا استقال الوزيران المتطرفان في حكومه نتنياهو، يعني ما هو عنده مشكله، هيكون عنده مشكله في الائتلاف. بالضبط، اذا انسحب فسيكون هو تحت بصراحه يعني ضغط كبير جدا من يائير لبيد وجينتس، لانه ستصبح حكومته في مهب الريح اذا قرر طبعا سموريتش او الصهيونيه الدينيه الانسحاب من هذا الائتلاف. فهذا الائتلاف سينهار وسيكون هناك دعوه لانتخابات مبكره. نتنياهو يهرب من هذه الازمه لن يعلم ان انتخابات مبكره حسب كل استطلاعات الراي هو خاسر بها لا محاله في المرحله الحاليه، وبالتالي هو سيتمسك ببن غفير وسموريتش. هذا ما يجعلني على ثقه ان لو وافقت حماس سيرفضها نتنياهو، لان نتنياهو اذا كانت تهديدات بن غفير وسموريتش حقيقيه فهو سيتمسك ببن غفير وسموريتش، حتى لو قال له يائير لبيد انا جاهز لاوفر لك شبكه امان في الحكومه، لانه يدرك ان يائير لبيد وجنس قد يبيعوه في اي لحظه. بصراحه ماذا تتوقع؟ تتوقع ان تقبل حماس الصفقه ولا تتوقع ان ترفضها؟ يعني انا على صعيد متابعتي اتوقع حماس ان تكون هذه المره ذكيه تقبل الصفقه، وهنا سيتماشى الامر مع ما تصريحات بلينكن والموقف الامريكي والعربي، ولكن سيرفضها نتنياهو وتكون الازمه لدى الاسرائيليين وليس لدينا. يجب سيرفضها نتنياهو؟ اتوقع سيرفضها نتنياهو، ولكن ستوافق عليه حماس، وهنا ستكون الامور حرج كبير جدا للولايات المتحده الامريكيه التي دافعت عن هذه الصفقه. نتوقع النتيجه امتى؟ يعني غدا تسلم حماس؟ غدا، لان الاعلام العبري كان يتحدث عن 48 ساعه الى 72 ساعه، نحن نقول 48 ساعه حاسمه. شكرا دكتور ايمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني. ما زلنا ننتظر رد حماس، وننتظر ايضا الرد النهائي الاسرائيلي، ما اذا كانت حماس ستقبل وترفض اسرائيل، حماس سترفض وترفض. يعني الحقيقه الموضوع شديد التعقيد، ولكن في هذه الهدنه حياه اهل رفح، في هذه الهدنة وضع المنطقة بشكل أكبر، في هذه الهدنة يعني التقاط للأنفاس كي ندخل المزيد من المساعدات، كي نستطيع أن نصل إلى وقف إطلاق نار دائم. والحقيقة أنه أيضا كانت هناك اجتماعات في الصين فلسطينية، والحقيقة أن وحدة القرار الفلسطيني أيضا تأتي في المقدمة. لابد من وحدة قرار فلسطيني تستطيع أن تبني الدولة. الحرب هتخلص إن عاجلا أو أجلا، ولكن وحدة القرار الفلسطيني تأتي الآن في مقدمة، يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات الفلسطينية، لأنه بدون وحدة قرار إحنا لا نستطيع أن نبني دولة. هنرجع تاني لحماس وفتح، نرجع تاني للسلطة وحماس، لن تكون هناك دولة فلسطينية إلا بقرار واحد ووحدة القرار الفلسطيني. نحن في انتظار القرار، قرار حركة حماس، ونحن أيضا في انتظار القرار الإسرائيلي النهائي. نخرج فاصل ونرجع نواصل هذه الحلقة. دايما بنطالب بالجمهور في الكورة، ودايما بنقول كورة من غير جمهور ما بصراحة ملاش أي طعم. ولما شفنا مباريات الأهلي والزمالك الأخيرة، مش في الدوري ولكن في إفريقيا، اللي فعلا الجمهور فيها كان لاعب رئيسي في المباراة ولاعب رئيسي في تحفيز الفرق المصرية، الحقيقة كنا سعداء جدا والناس كلها كانت مبسوطة. منظر الاستاد كان عظيم. الأهلي والزمالك أمامهما نهائيات إفريقية، وإدارات الأهلي والزمالك تطالب بسعة الاستاد، وأتمنى أنه المسؤولين سواء المسؤولين الأمنيين أو المسؤولين في الاتحاد يوافقوا على سعة الاستاد، لأنه هو ده اللي احنا محتاجينه. ده احنا مصر بلد الكوره، اللي طول عمر من زمان، يعني استاد القاهره اللي بيساعي كام؟ 67 تقريبا، 67,000 من المشجعين، او بنوصل ل 75,000 و 79,000 من المشجعين عايزين سعه الاستاد، مش عايزين 10 او 20 او 50. احنا في نص النهائي كنا 50، دلوقتي احنا عايزين سعه الاستاد داعمة للفرق المصرية. عندنا الزمالك
عنده ذهاب مع نهضة بركان في المغرب يوم 12 مايو، 19 النهائي في القاهرة. الأهلي الترجي الذهاب يوم 18 مايو، 25 النهائي في القاهرة. يعني الحقيقة أنه المباريات دي وهي مباريات عربية تحتاج للجمهور، احنا محتاجين للجمهور، الجمهور هو اللاعب الرئيسي في هذه المباريات. معي على الهاتف استاذ عمرو ادم عضو مجلس اداره نادي الزمالك. استاذ عمرو، هل طلبت اداره الزمالك بالفعل سعه الاستاد في مباريات الزمالك النهائيه؟ مساء الخير على حضرتك يا استاذ لميس، ومساء الخير وتحياتي للمشاهدين. طبعا احنا لسه ان شاء الله، احنا يعني البعثه رجعت امبارح من غانا، بعد الحمد لله ربنا ما وفقنا ووصلنا لنهاية الكونفدراليه، واعتقد ان احنا خلال بكره او بعده هنخاطب الجهات الرسميه ان احنا نطلب الساعه الكامله لاستاد القاهره في ماتش النهائي ان شاء الله. يعني ده اعتقد ده امر مهم جدا، لانه الجمهور لاعب رئيسي، اصبح لاعب رئيسي، وفي المباريات الاخيره اثبت الجمهور اولا التزامه، وتاني حاجه انه فعلا لاعب رئيسي يشجع الفريق. ده حقيقي يا فندم، دايما كنا دايما بنقول حتى لماتشات الاهلي والزمالك ومنتخب مصر، دايما كنا بنقول ان الجمهور هو اللاعب رقم واحد. فان شاء الله باذن الله نامل ان يعني الجهات تستجيب لطلبات نادي الزمالك ان شاء الله، ونحصل على موافقه ان يكون الاستاد بكامل ساعته ان شاء الله في ماتش النهائي باذن الله. طب بما انك معانا بقى، لازم تكلمنا على قرار الفيفا بوقف الايقاف، بايقاف القيد في الزمالك لمده 3 فترات. اولا يعني ايه 3 فترات، وهتعملوا ايه؟ والله هو حضرتك دايما قرارات الفيفا بتبقى صادره، يعني اي قرار بيتعلق بغرامه ماليه بيصدر القرار معاه عقوبه ايقاف القيد، والعقوبه ايقاف القيد بترفع تلقائيا في حاله اذا ما النادي او يعني سدد للاعب، او ان النادي وصل لاتفاق تسويه. الاتفاق التسويه ده بيتم يعني تبليغه للاتحاد الدولي، وبالتالي يتم رفع الايقاف. فاحنا عندنا مسارين، مسار ان احنا نسدد الغرامه، او مسار تاني ان احنا نوصل لاتفاق مع اللاعب تبقى تسويه نبلغ بيه الاتحاد الدولي ان شاء الله. الغرامه كام، وهل فعلا انتوا بتتكلموا مع خالد بوطيب؟ احنا ابتدينا نتكلم مع خالد بوطيب على فكره قبل حتى ما الحكم يجي لنا، لان احنا كنا يعني متحسبين لهذا الحكم، والاتصالات بتتم عن طريق المحامي النادي مع محامي اللاعب، وفي انتظار لسه ان شاء الله باذن الله في انتظار لسه ان شاء الله باذن الله يجي لنا بس رد اللاعب ان شاء الله. بتتكلموا معاه في ايه؟ في التقسيط ولا بتتكلموا معاه في ايه؟ هو دايما بنتكلم في موضوع الجدول، ان احنا بندفع جزء من الغرامه، وبعدين نقدر نقسط الجزء الباقي تقسيط معينه، وده بيكون من خلال اتفاق تسويه زي ما قلت لحضرتك. بعد ما نوصل للاتفاق ده بنبلغه للفيفا فيتم رفع الايقاف تلقائيا. يعني هم ايه 2 مليون و400 الف يورو، هو الحكم بمليون و900 الف، بس طبعا بالفوائد يوصل 2 مليون و400 الف. طيب هل هو السؤال الثاني، هل الزمالك محتاج قيد في الفترات القادمه؟ لان انتوا قيدتوا 10 مر دفعه واحده في اول ما ترفع، ما قدرتوا ترفعوا القيد بعد ما حليتوا قضيه شيكابالا. هل محتاج الزمالك صفقات، ولا ممكن تستحملوا وقف القيد شويه؟ احنا شغالين يا فندم ان القيد يترفع ان شاء الله باذن الله، سواء كنا محتاجين صفقات او مش محتاجين صفقات، لا يليق ان يكون نادي الزمالك عنده ايقاف قيد. فده اللي المجلس كله بيشتغل عليه ان شاء الله باذن الله. عندنا الوقت الكافي وعندنا الصبر والقدره على التواصل ان احنا نوصل لاتفاق ان شاء الله مع اللاعب قبل فتح باب القيد للموسم الجديد ان شاء الله. متوقع امتى توصلوا لحل؟ بتقولي قبل فتح باب القيد اللي هو ايه، بتاع يناير ولا ايه؟ اغسطس؟ لا احنا مش عارفين بقى الدوري هيخلص امتى اساسا، فلما نعرف الدوري هيخلص امتى ولا لا لا لا، دي من الاسئله الصعبه يا استاذ عمرو، دي دايما يعني احنا الدوري المصري ده حدث ولا حرج، ده من الاسئله الصعبه اللي ما بنقرا، ممكن نعرف بيبتدي امتى بس ما بنعرفش ابدا بيخلص امتى. هيخلص امتى؟ مظبوط كده حضرتك، مظبوط. طيب في قضيه باتشيكو ايضا مدرب الزمالك الاسبق. باتشيكو النهارده جالنا، يعني كان في ميعاد النهارده الجلسه، والنهارده جالنا اختار من المحكمه الرياضيه ان تم مد اجل الحكم لغايه يوم 31 يوليو ان شاء الله باذن الله. له مستحقات قد ايه يا استاذ عمرو؟ ليه مستحقات 450 الف يورو.
يعني انت بتتكلم في 3 مليون كده اجمالي، 3 مليون. تمام. ربنا معاك، وهتجيبوها منين؟ لا ان شاء الله ربنا. دايما انا اسال استاذ كابتن حسين لبيب، هتجيبه منين الفلوس؟ ربنا دايما بما اننا بنجتهد يعني ربنا بيساعدنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله. هتكلموا باتشيكو برضو ولا حد في الجدوله ولا هتعملوا ايه؟ احنا في كل الاحوال يعني عندنا بنحاول ان احنا نتواصل، بنوصل لحلول وديه. اي حد حضرتك بتعرضي عليه الحل الودي بيبقى محدش بيرفض يعني. بس هو الفتره يعني السابقه كان دايما ما فيش تواصل، فبالتالي الناس بتاخد اجراء دايما ضد النادي، في حين ان احنا لو كان النادي كان عنده فرصه للتواصل بيبقى افضل كتير. سددتوا كام من ساعه ما جيتوا كمجلس اداره؟ سددنا كام فيما يخص القضايا يعني حضرتك؟ فيما يخص القضايا والمتاخرات والله اعتقد يمكن احنا يعني احنا بنتكلم النهارده في ارقام، بنتكلم فيما يخص القضايا احنا بنتكلم في حوالي قربنا على 3 مليون دولار. فيما يخص بقى النادي اعتقد احنا برضو اعتقد كسرنا ال 500 مليون جنيه من ساعه لما جينا يعني، اعتقد كده يعني. يعني 3 مليون دولار فيما يخص بالقضايا اللي كانت معلقة، و500 مليون جنيه ده بما يخص ايه؟ ده بيخص بقى مصاريف النادي حضرتك، المستحقات اللاعبين، مستحقات النادي متأخرة، مصاريف النادي، وعندنا ديون برضه لجهات سيادية، يعني عندنا حاجات كتير بقى. النادي موجود ولسه متبقي عليكم ديون؟ طبعا. قد ايه تقريبا؟ ما برضو ما عنديش رقم محدد هقدر ارد عشان ارد لحضرتك رقم مظبوط، بس عندنا برضو حضرتك احنا عندنا لسه برضو جزء من مستحقات اللعيبه سواء كان في الكوره او في العاب الصالات، وعندنا حضرتك اللي برضو عندنا جزء تاني لجهات سياديه زي ما قلت لحضرتك سواء كان ضرائب قيمه مضافه عندنا ما يعني اجمالي كده. اديني رقم اجمالي فاضل تقريبا. اعتقد مش هيقل برضو عن 500 مليون جنيه يعني. اعتقد كم معلش؟ 500 مليون جنيه. بس طبعا ده على مدار فتره طبعا، مش كلهم مستحق في نفس الوقت يعني. لا ان شاء الله مجلس اداره الزمالك الكفء الحقيقه يقدر ان هو يعني يسدد كل هذه الاموال، ويقدر يرفع القيد اللي الفيفا قالت انه مقفول 3 فترات. نخرج فاصل بقى ونشوف هذا التقرير عن بدء موسم حصاد القمح من محافظة الفيوم، وبعد الفاصل دينا الشربيني، النجمة دينا الشربيني، نجمة كامل العدد. يعني أنا عايزة أقول لكم إنسانيا كل هذه البهجة، كل هذه السعادة لما بشوف دينا الشربيني. دينا الشربيني حكاية كفاح، ما وصلتش للنجومية دي إلا بعد صعوبات كثيرة جدا، هنسمعها منها دينا الشربيني بعد الفاصل. زي الوقت ده من كل سنة بينطلق موسم حصاد القمح في معظم المحافظات المصرية، احنا هنا في الفيوم بنتابع بدء حصاد القمح او الذهب الاصفر زي ما بيسموه، واللي بيمثل لكل فلاح او مزارع مصري عيد وفرحة، خصوصا انه بيجي بعد شهور من الصبر. احنا هنا في مركز طمية، المساحة المنزرعة هنا في طمية حوالي 31169 فدان تقريبا. إنتاجية الفدان هنا بتتراوح من 20 ل 25 أرداب بالفدان. عندي هنا حوالي 36 حقل إرشادي، وكل إرشادية بيتم اختيارها على الطرق مع مزارع يكون ينفذ تعليماتنا. أنا زرع 10 فدادين قمح مصر واحد وأجاسيد، وإن شاء الله محصول مباشر بالخير. السنة دي رفعوا لنا توريد القمح من 1500 جنيه ل 2000 جنيه، وده سعر مرضي جدا للفلاح. لما تلجأنا للإدارة الزراعية بتاعتنا ومشينا تبع الإرشادات بتاعتنا مظبوطين، فأعطتنا إنتاج كويس السنة والسعر كويس. السعر بالنسبة لنا حلو، 2000 جنيه حلو، وعن السنة اللي فاتت، والمحصول السنة دي إن شاء الله هيجيب عن السنة اللي فاتت. وبيتخطى حجم المساحة المزروعة بالقمح في الفيوم 171 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة، ومن المتوقع زيادة إنتاجيته عن السنة اللي فاتت. النهاردة بنتكلم على مساحة 172 ألف فدان منزرعة على أرض الفيوم، متوقع إنتاجه من هذه المساحة بعد ما طبعا اشتغلنا عليها وعلى رفع كفاءة الأرض الزراعية وصيانة الأرض وزراعة بيت أو منطقات أو عالية الجودة، متوقع إنتاجه السنة دي 230 ألف طن قمح، متوقع إن شاء الله إن احنا نتخطى 20 أرداب للفدان. بعد شهور من الزراعة جه وقت الحصاد لمحصول استراتيجي وجزء مهم من الأمن الغذائي للمصريين. هشام الرباط، كلمة أخيرة.
دينا الشربيني نجمة حلقتنا النهاردة. هذه النجمة الشابة اللي حضورها في أي عمل وأي مكان دايما جميل، دايما مبهج. تقدم بقى تراجيدي، تقدم كوميدي، تقدم ساسبنس، يفضل حضور دينا خاطف للقلوب. بشكل شخصي وإنساني وأنا أعرفها من زمان من بدايتها، أكتر حاجة بتعجبني في دينا قدرتها على تخطي المشاكل، الوجع، الوقوع، سواء على المستوى الإنساني أو المستوى العملي. تغطس شوية وترجع تاني، والأجمل إنها بترجع أقوى وأكثر بهاء. يعني عمل ما ينجحش عادي أو ينجح نص نص، تختفي دينا شوية وترجع أقوى، تختار عمل أفضل. مشكلة شخصية تعدي، كلنا بنعدي بمشاكل، تغطس دينا شوية وترجع. مواقف كتيرة جدا عدت بيها دينا، لكن دينا الفنانة الشابة قدرت، أظن إنها قدرت أخيرا تلاقي الطريق الصح فنيا، وأتمنى كمان إنها تكون لقت الطريق الصح شخصيا. فنيا دينا قدرت في سنوات قليلة مؤخرا إنها تخلق لنفسها مساحة تفرض وجودها بموهبتها وجهدها، وقدمت الحقيقة أعمال كتيرة سواء سينما سواء مسلسلات، يعني كتير بقى زي الشمس ولعبة النسيان وقصر النيل، غير أفلام السينما، وصولا لكامل العدد اللي حقق مشاهدات كاملة العدد. ضيفتنا النهاردة حبيبتي دينا الشربيني المتمسكة بحلمها وبالنجاح كامل العدد. يعني انت اللي حبيبتي وثانك يو ان انا معاكي النهارده، وميرسي على الكلام الحلو قوي ده. بيبقى صعب ان انا استضيف واحده صاحبتي لانه ببقى يعني مش عارفه بقى ايه، اخش فين واحود يمين واحود شمال، بس احاول اكون بروفيشنال كده ودايما بروفيشنال ودايما جميله ودايما منوره بجد. شكرك. والله من المذيعه اللي ما كانتش شاطره قوي في شبابيك، كنت صغيره قوي فكنت ضايعه خالص. ما بصراحه مش قادره اقول لك غير كده. لا كنت، كان عندي كام سنه؟ كان عندي 20 19. فاكره انا فكنت بطلع اقول اي حاجه. بتطلعي تقولي اي حاجه؟ اي حاجه هتيجي هنا هقولها. هو كان برنامج شباب يعني. فكنت انت شابه بقى بتطلعي تقولي اي حاجه. من المذيعه دي لنجمه في رمضان كذا سنه ورا بعض، لجماهيريه كامل العدد، حاسه ان انت لقيتي طريقك؟ والله بصي، حصل لي حاجه غريبه قوي السنه دي، ودي اكتر حاجه بسطاني. يعني في كذا يعني مثلا جراند اوتيل، شفت نجاح جامد قوي، كلنا شفناه مش بس انا. زي الشمس حصل لي نفس الحاجه، مليكه ولعبه النسيان الناس برضو حبوها قوي. كامل العدد سبيشالي السيزون ده اكتر حاجه بسطاني الاطفال. يعني وانا ماشيه وبلاقي مثلا واحد عنده من اربع سنين للكبار بيتصوروا معايا وبيحبوني، ده احلى احساس، احلى احساس. فيمكن زي بقى ما حضرتك بتقولي، دلوقتي حاسه ان انا الحمد لله عملت حاجه ابقى وانا ماشيه مبسوطه بيها. يعني عرفتي التوليفه الصح، لانه ساعات الممثل بيبقى مش عارف وانا همثل تراجيدي ولا كوميدي ولا ساسبنس. عرفتي توليفه دينا؟ والله لا، يعني قعدت فتره شويه بعمل سسبنس ورا بعض، وبعدين كان نفسي اخد الحته دي لاني كنت حاسه ان مفيش بنات كتير بيعملوها. بعدين انا شخصيا زهقت، فقلت اكيد الناس زهقت. لما بيجي بقى دور حلو، حتى لو نكد او كده، موت في النكد، موتي في النكد في التمثيل، حبي تعيطي جدا. بس إيه بتحسي الحاجات دي؟ ومعرفش، بحسها بحبها. يعني بتحبي النكد اكتر، التراجيدي اكتر من الكوميدي دي؟ لا، الكوميدي كتصوير ألذ بكتير. بس التراجيدي بحس ان انا عامله حق، يعني مش عارفه اشرح لك، بس يعني تعب بقى، بتقعدي مذاكره وتحضري نفسك وكده. بس انا شخصيا بتعب، يعني بتعب قوي، يعني بفضل متاثره شويه. الكوميدي هو برضو بتبقي انك تضحكي حد، دي صعبة قوي برضو، ببقى طول الوقت حاسة طب انا دمي تقيل، طب هما ممكن يقولوا ايه ده، دي بتستظرف مش عارف ايه، بس الحمد لله الحمد لله عدت. يعني مين اكتشف انك كوميديانة؟ والله ما اعرفش. يعني مين قالك دينا انت دمك خفيف؟ اول دور كوميدي عملتيه كان ايه؟ كان اول حاجه عملتها تقريبا، يعني عملت في الاول عرض خاص مع كريم، في حاجات كوميدي كانت لطيفه جدا، ومواطن اكس. لما كنت طالعه، كنت انا وعمرو يوسف وامير كراره. ما ده دور داليا، ده كان كوميدي.
وكريم عبد العزيز بعد لا يذهب للمأذون مرتين. انا بموت فيه الفيلم ده عشان كريم. كريم جميل بجد. ففي كذا فيلم مع كريم بس الكتابه بتبقى حلوه طبعا، فبتخرج الكوميدي. كتابه ومخرج برضو، المخرج بيبقى مهم قوي ان هو يعني ما انت اوقات هيطلع منك حاجات ممكن مش حلوه، فهو لازم يبقى عنده سنس اوف هيومر. فمثلا بعد لا يذهب للمأذون مرتين ده كان احمد الجندي، فهو عارف عنده الترمومتر بتاع لا بلاش تقولي دي قولي دي. وبرده خالد الحلفاوي في كامل العدد، فصراحه الحمد لله يعني حظي كان حلو في الحاجات. بمناسبه كامل العدد اسال السؤال الاهم، في جزء ثالث في كامل العدد؟ المفروض ان شاء الله رنا ويسر اللي هم المؤلفات الجمال اللي كاتبين بجد حاجه حلوه قوي طبعا، المفروض ان هم يعني هيقعدوا ويشوفوا زي ما حصل في سيزن 2. يعني كلنا كنا خايفين بعد سيزن 1 ان نعمل سيزن 2، طب خلاص الناس حبت ده كفايه، لقينا لسه في مواضيع. اي ثينك عشان برضو الاولاد عندهم قصص حكايات فانا حاسه ان هم اكيد ان شاء الله هيلاقوا، فان شاء الله لو كده باذن الله. كامل العدد حط دينا في مكان تاني بتهيألي. مش عارفه يعني، بس انا حاسه من الشارع ومن الناس بتهيألي غير الجماهيريه حطك فنيا في مكان تاني، يعني حاسه ان اسمك بقى اكبر، اجرك ممكن يبقى اكبر، مكانك اكبر، نجوميتك اكبر. مش عارفه انت شايفه كده؟ والله ما بفهم في الحاجات انا شايفه كده بس. تاني والله مش اصحاب هنا بنرغي. والله ركزي معايا. بحاول ركزي. بحاول والله ما عارفه، والله ما عارفه، بس يعني الحمد لله الحمد لله بشكر ربنا جدا ومبسوطه قوي الحمد لله. فكاللي حضرتك بتقوليه ده انا يعني ما اعرفش، ده الناس اللي تحكم، بس انا يعني شايفه ان ربنا كان معايا قوي وان هو وفقني. عارفه حسيت ايه؟ حسيت ان الفتره دي انا كنت محتاجه احس فيها حب الناس، وحسيت ان ربنا بيطبطب عليا كده. بيطبطب عليكي عشان انت عديتي بحاجات مش لطيفه، هنتكلم عنها بعدين، بلاش نكد من الاول. ايه سر نجاح المسلسل تفتكري؟ تو سيزونز على فكره مش سهل دلوقتي، زمان بقى كان في ليالي الحلميه كنا بنشوف الخمسه سيزونز، دي قصص ثانيه. وسمع انور وكشف طبعا، لا دي كده ملاحم طبعا. دلوقتي نفس الكتابه بقى قصير، فالجزء الثاني بيبقى صعب. وخلاص كده احنا بنقول بنعلن ان في ان شاء الله جزء ثالث. ان شاء الله من كامل العدد. السر بتهيألي يعني انا لما اتسالت نفسك تعملي ايه في رمضان، انا اللي كان نفسي فيه الحمد لله حصل. يعني لما جه استاذ جمال سنان واستاذ وسام سالوني، انا قلت لهم نفسي اعمل مسلسل اجتماعي العيله كلها تتجمع تتفرج عليه. قلت لهم انا مش حاسه ان احنا بقينا الاطفال والاب والام والجدود ممكن يقعدوا يتفرجوا على مسلسل واحد ويبقى عندهم نفس الراي. فاي ثينك الحته الذكيه كمان في ده ان ده كان فيه جميع الاعمار، يعني من اول البيبي لحد الكبار. طبعا طبعا الكتابه كتابه حلوه قوي طبعا، وبرده الانتاج انه يسمح لك ان انت برده يبقى عندك مساحه في الكتابه، ان انت يعني اول سيزن كان فيه الاقصر واسوان، ثاني سيزن كان فيه الغردقه شرم الشيخ فبتشوفي برده حلاوه بلدنا. يعني الكاستنج ده كاستنج عظيم. ما انا هاجي لك بقى عند خالد الحلفاوي. خالد الحلفاوي يعني بجد بجد برافو. وطبعا بقى معانا استاذه اسعاد يونس طبعا. يعني فعارفه كل الحمد لله الحاجات طلعت الحمد لله كويسه. لازم اكلمك على تفاصيل الام ليلى. ايه يا دينا؟ مش عارفه في ايه. ازاي شلتي البيبي؟ يعني يعني حبيبتي انت لسه صغير ما اتجوزتيش. وما شلتيش عيال. انا شيلت البيبي كده اصل دي مش دي شيلت ام محترفه، البافيتا اللي على الكتف، البيبيرون اللي بنظبطها عشان نشوف السخنه ولا لا، لهوجتها وهدومها وشعرها منكوش، وحبيب امك تعالى البوسه اللي بتطرقع. البوسه اللي يعني تفاصيل كده ما عرفوهاش غير ام محترفه. عرفتي بصي ما اللي كاتبين الاثنين امهات رنا ويسر. السمول ديتيلز بقى بتاعت الببرونه بتاعت الحاجات دي انا ولاد اخواتي، يعني انا
بنت اختي دلوقتي عندها 26 او 27 سنه، فانا كنت صغيره قوي اما اختي خلفت، فكنت بقعد ببنتها وانا بحب البيبيهات. ف وعايزه بقى اقول لك زين اللي هو عمر ده، انا بيوحشني، انا بعشقه. بيبي صغير يا حياتي خطير. قمر كنت بتعملي ايه مع الكواليس؟ باكله بقى، كنت باكله بقى. فظيع قمر بجد. كويس ان هو كان بيبقى ساكت. وبعدين ما انا عايزه بقى اقول لك على المفاجاه بقى، ان حظنا حلو اكتر في ايه؟ البيبي ده ما بيعيطش ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله، يعني بنحيي مامته اللي بقالي هادي. لا 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 خطير. كاستنج حلفاوي جبته منين؟ ايوه ما انا قلت له بيبي ما بيعيطش. والكلب ما بيهوهوش. احنا كان عندنا كلب، كان في كلب ما بيهوهوش، ما كانش بيعمل شقاوه خالص، مكان ما تحطيه وتشيليه. كاستنج خالد الحلفاوي جبته دول منين؟ فلا فبرضه حظنا كان حلو قوي في ده، البيبي يدخل القلب. فانا فعلا طول الوقت يعني في مشاهد انا فاكره خالد كان بيقول لي طب خلاص مش لازم تشيلي عمر، اقول له لا لا بليز خليني شايلاه، يعني في مشاهد فتحسي كده بالحنيه برضه. كان بيديكي احساس الامومه. ملاك اصلا. ما خفتيش بقى ان انت صغيره وام لاولاد كبار؟ يعني برضه مش سهله، وكان في وقت كده لحظات اقول يا دينا هيبان ان انت صغيره قريبه بالذات الكبار الجيل الكبير؟ بصي احنا شريف بقى وكده. بس هو في السكريبت كان مكتوب انه هي اتجوزت صغيره قوي، وهي فعلا لو اتجوزت صغيره ممكن تخلفهم، يعني اما لو اتجوزت السن اللي هو صغير قوي قوي. يعني انا لازم اقول لك من اكتر الحاجات اللي كانت عجباني في كامل العدد، ماشي انا حاجات افكاري معقده شويه، انها الستات في فكره تقدميه جدا عن الستات. بمعنى ايه؟ ماشي الموضوع فيري كومبليكيتد. انه ايه؟ نظره المجتمع للست، الست دي متطلقه مرتين. فانت بتقولي للناس انه وايه المشكله؟ طبعا تتطلق، ما فيش مشكله طبعا، وابقى حلوه وجميله واقدر اجرب تجربه تانية، وما امشيش في تجربه فاشله واحط شروطي في التجربه الجديده. هو مش معنى ان واحده اتطلقت مرتين او ثلاثه او مره ان حياتها خلصت، بالعكس ممكن تبقى البدايه لسه جايه وربنا شايل لها حاجه كويسه. وباي ذا واي دي كانت المسج بتاعه المسلسل، انه ليلى دي لا، هي من حقها ان هي تحب وتتحب، ولكن الحاجه اللي كانت مهمه قوي برضو انها توضح انه ازاي الراجل اللي جاي ده هيعامل ولادها. بالزبط. يعني هي ولادها قبلها الراجل ده كان معاهم احسن من ابوهم اللي هو على يعني اللي شريف هو وامينه. شريف سلام. شريف بقى جميل. كلميني عن شريف سلام. لا 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 لا، يعني شريف محترم جدا، very professional، عنده positive energy. لا شريف يعني بجد بسلم عليه قوي عشان بقالنا حبه ما تقابلناش. مين الطف حد في اللوكيشن؟ كله، كل حد. عايزه اقول لك يمكن مش هقول لك بقى من المرات القليله، انا يعني كنت في مسلسلات وفي افلام عملتها قبل كده، بس ايه ده خلاص هنخلص إيه؟ لا ده انا اخر يوم بنعيط كلنا، مش عايزين نمشي خلاص، هي دي عيلتك. يعني كنت ببقى مبسوطه وانا الصبح رايحه التصوير وهشوف الولاد وهنقعد كلنا مع بعض. فبجد مين اكتر حد كان بيضحكك؟ اكتر حد بيضحكني يمكن الرياكشنز بتاعه مالك اللي هو فريد. خطير. رهيب. رهيب بالنضاره كده، رهيب رهيب. موتني في اخر حلقه لما بيقول للشيف، قال له بقول لك ايه، هو انت معجب بالبنت دي؟ قال له لا. قال له ولا هي معجبه بيك؟ واتعقد. بنأمن الطريق الاول. لا هم كلهم جمال، وكل حد عنده ديفرنت كاركتر، يعني كل حد مختلف تقعدي تسرحي معايا كده. وسيليا قمر جميله. كلهم. انا عجبني كمان الجدود، بمعنى برضو فكره ان الراجل يتجوز في السن ده وست تيجي تتجوز، ده الفكره اللي انا وانا بشكر الكتاب جدا على ده، انه الست كانت واخده حقها في المسلسل ده قوي. ودي تفاصيل يمكن مش اي حد ياخد باله منها. بس انا فعلا حسيت انها تفاصيل مهمه، بتفتح للمجتمع كده باب وتقول له بص ده ممكن يحصل، وده ممكن يحصل بشكل ايجابي، لانه المجتمع ساعات بيبقى صعب علينا شويه. واتس نيفر تو ليت. مفيش حد حياته بتنتهي عشان حاجه حصلت، او الحياه بتكمل مهما بيحصل في الحياه، الحياه بتكمل، بس انت اللي بتختاري هتكمل ازاي.
خلينا نشوف كده بعض لقطات كامل العدد، مسلسل اللي اجتمع عليه كل الناس. يعني اي مسلسل في رمضان كان عليه خلافات، ناس حبت، ناس كرهت، ناس انتقدت، ناس قالت لا كويس وحش. ده المسلسل الوحيد على التو سيزونز اللي الناس اجتمعت كلها على انه كامل العدد. ده من احلى المشاهد طبعا لما دخل شريف بقى. انا عايزه اقول لك انه قعد وقت متضايق مني بجد بجد، حياه ربنا. فجيت قلت له حمزه احنا بنمثل وانا مش مامتك. ده تمثيل. لا بس موقف. الرقص يا دينا عظيم يا حبيبتي، عظيم. بدره يعني عملت بدرة. الواجب وزياده. بدره جميله بجد. هي جميله. انا حبيتها قوي، يعني تعرفنا على بعض اكتر في المسلسل. هي جميله. بس انت اصلا بتعرفي ترقصي كده ولا هي اللي علمت شويه يعني ظبطت ال... لا هو كده، لو كده بعرف ارقص يبقى انا بعرف ارقص. ما انت بتعرفي ترقصي. بس يعني ما فيش مقارنه، هي خطيره. لا لا لا، بدره لا بدره. في حته تانية خالص، في مكان اخر. في مكان اخر. ده حقيقي. طب خلينا نشوف الميكنج او اللقطات وانت بتتمرني الرقص كده، عشان دي لقطات لطيفه قوي برضه. إمام وألفة إمام، ده احنا انبسطنا قوي في ال انبسطتوا قوي في التدريب. طب مين كان أصعب حد بيرقص؟ يعني أصعب حد كانت الرقص؟ أصل احنا عاملينه كله تهريج يعني. احنا كله، بس ده مثلا من الأيام اللي كانت لذيذة. طبعا أستاذة إسعاد يونس فظيعة، وأستاذة ميمي جمال تجنن، وأستاذة ألفت. والله العظيم بجد احنا اتبسطنا قوي في المسلسل ده بجد. محمد صلاح طبعا شير الجزء اللي هو بتاع اللي هو انت احنا خايفين نأمن. لا ده طبعا فخر العرب ده يعني. في حتة تانية ان هو اصلا بيتفرج على المسلسل. انا اتبسطت قوي. بعتي له رسالة بقى كده على الهواء. انا هو اوريدي قال لي وبعت لي، وانا قلت له احلى حاجه حصلت لي. فانا بقول له تاني ان انت بتشوف المسلسل دي حاجه كبيره قوي، وبس احنا فخورين بيك قوي، مش انا اللي محتاجه اقول يعني. هل دينا لما تبقى نفسك تبقي ام لعدد كبير من الاطفال كده ولا ايه؟ زمان كان نفسي يبقى عندي سته. سته؟ سته يا دينا؟ لا دلوقتي بس مش هلحق. دلوقتي في ايه؟ ممكن اتنين. والله زمان احنا اربع اخوات. احنا تلات بنات وولد. فانا بحب فكره الاخوات، بحب العزوه، بحب البيت يبقى مليان. احنا طول عمر بيتنا كان مليان، يعني مش بس انا واخواتي، اخواتي واصحابهم وانا واصحابي وجيراننا يعني البيت كده دايما زحمه. قوي. فانا بحب كده. امتى؟ اسال بقى السؤال بوضوح. اللي كل الناس مستنياه يا دينا. امتى يا دينا؟ امتى يا روحي؟ امتى القصه؟ امتى هنلبس عروسه؟ امتى الجواز؟ كله بوقته يعني، كل حاجه بوقتها. مين؟ سمعنا بقى انه في قصه حب، وانت قلتي انا انا فعلا في قصه حب. ده حقيقي. انا فعلا طلعت قلت كده من فتره. هو شخص بحبه جدا، هو جدع جدا جدا وبحترمه جدا، وكمان بان قوي اصله وقت يعني وقت اهلي يعني. انه قد ايه كان سبورتيف. لان طبعا انا من ساعتها يعني يعني انا يمكن لسه عندي دينايل، مش مستوعبه قوي وكده. بس هو شخص مصري خارج الوسط. اول تصريح. مصري خارج الوسط. أيوة. علشان طبعا كان في كلام كتير ان في واحد مش مصري. لا وانا كنت قلت قبل كده اعلامي عارفينه كلنا بدون يعني. لا ليه طلعت كل الحكايات دي؟ والله ما انا بس عايزه اقول لك حاجه. انا ولا عمري في حياتي ولا بطلع رد على الحاجات دي، ولا يعني اصل كل حد هيقول وكل حد بيقول كام حاجه بتلاقيها مكتوبه عنك ما قلتيهاش، وكام حاجه مكتوبه عنك ما عملتيهاش، وكام حاجه ف يعني. انت دايما مش بتردي في عمري، في كل وقتك. لا عمري في كل اللي انت مريتي بيه ما بترديش. لا ومش اقول لك حاجه، انت عارفه انا بسمع امتى عن الحاجات؟ بعد ما بتكون حصلت وخلصت. ليه دينا ما عندكيش سوشيال ميديا؟ لا انا ما بدخل. بصي انا في ناس ماسكالي السوشيال ميديا بتاعتي، انا في حاجات معينه انا بحبها يعني. انا مثلا ما عنديش الباسورد بتاعت فيسبوك بتاعتي.
عندكيش ولا تويتر؟ والله في حد ماسك يعني، حتى الحاجات اللي بتنزل مش انا اللي بنزلها. الوحيد اللي انا بحبه شخصيا يعني ممكن انزل ادخل انستغرام، انزل شفتي انزل ادخل انستغرام وتيك توك، وحتى تيك توك بتفرج على فيديوز، انا ما بدخلش على البيج بتاعتي يعني. بس انت بتحبي تعملي تيك توك كتير طول الوقت بتعملي. لسه كانت صبا مبارك قاعده معايا قبل ما يجي لحضرتك، على طول قلت لها صبا احنا بالليل بقى اعدي عليكي وانا مخلصه البرنامج تجيب باتي معايا ونعمل تيك توك. تقعدوا انت وصبا مبارك تعملوا تيك توك. عندنا فيديوهات كتير قوي ما نزلناهاش. طب ارجع تاني، اديني بقى معلومات اخبار اكتر، يعني مين بقالك قد ايه تعرفيه، بيشتغل ايه، اول حرف من اسمه يا دينا؟ اول حرف من اسمه حسين. اول حرف من اسمه حسين. خلاص اهو. ومصري؟ مصري. بيشتغل ايه؟ طيب بيشتغل يعني فاميلي بيزنس خارج الوسط خالص، ملوش علاقه خالص بالوسط. تعرفيه بقالك قد ايه؟ بصي احنا كان بينا كومن فريندز كتير قوي، ونعرف بعض يعني، بس ما كناش نعرف بعض نعرف بعض. بنتقابل وسط اصحابنا يعني في اعداد في كده، لحد بقى ما يعني ارتبطنا. مين بقى قال لي مين الاول يعني؟ مين اولا ايه اللي عجبك فيه؟ يا راوي. لا حاجات كتيره صراحه. هو محترم جدا، بيراعي ربنا يعني، عنده حته برضو دينيه يمكن مش بتبان قوي بس هي جواه، وجدع ولذيذ يعني. عارفه اللي بيبقى عايز يعمل لك كل حاجه بس مش عايز يبان في الصوره يعني، كفيلينجز كسبورت يعني. انا فاكره كويس قوي صحابي وقت اهلي، عمرك ما هتلاقيه مثلا واقف، لا هو من بعيد عينه عليكي لو انت محتاجه حاجه، لو انت كده. انا الحاجات دي بتفرق لي قوي. انتوا ما بتتشافوش مع بعض تقريبا؟ ليه؟ انا تقريبا ما بشوفوش، انا كنت بصور. لا بس قصدي ما تتشافوش مع بعض خروج يعني وكده. هو مش يعني ابعد ما يكون عن الاضواء يعني، يعني احنا شبه بعض في حاجات كتيره قوي الا دي يعني، يعني استحاله. طب ما فكرة الارتباط برضو بفنانة نجمة زيك ممكن لو هو أبعد ما يكون عن الأضواء ممكن تضايقه، إن هو لو دخلت وتتغدوا في حتة دينا. والله بقى متفاهم قوي في الحتة دي. يمكن في الأول كان مخضوض أو مش فاهم، اللي هو لا بلاش بقى نروح حتة، نروح عند ناس مثلا عزومة عند ناس صحابنا أو كده. لا بعدين بقى الموضوع عادي. وبعدين عايز أقولك حاجة، بسمع كتير قوي ناس بيقولوا إن هما بيتضايقوا إن حد بيجي يتصور معاهم كده. ده أنا ببقى مبسوطة قوي والله، ببقى مبسوطة قوي إن الناس شايفة في عينيهم كده نظرة حب، أو إن حد حبيبني وعايز دي. أنا ببسط. فأي ثينك إن هو بيبسط لانبساطي، إن أنا يعني حاسة إن ده اللي خلى الموضوع أكتر بقى متفهم الحته دي. غير الموضوع بقى شكل. قربت غير الموضوع. طب مين قال لي مين الاول؟ مين قال لي مين الاول؟ لا هي جت كده اصل يعني. انت يا دينا يعني بقول بتقول طبعا. ما انا عارفه عشان كده. طب ما تحرجنيش بقى. لا لا هي جت كده يعني، هي جت كده يعني، جت ان احنا الاثنين وبرده بابايا الله يرحمه حبه قوي. دي نقطه مهمه. باباكي عارفه؟ طبعا عارف اهلي وجالنا. ما هم عارف. We are serious. يعني عارفهم، بابايا كان بيحبه قوي الله يرحمه. دي نقطه مهمه في حياتك صح؟ طبعا. ان باباكي كان يعرفه يعني؟ طبعا طبعا كان موافق عليه. طبعا بابايا ده جميل يعني، انا اتبسطت كمان ان هو شافه عشان يعني يفهم هو الراجل ده كان عامل ازاي. طبعا. دينا بتحبي ايه في الراجل عموما؟ الحنية، وانه يبقى بيتقي ربنا في اهله، فهيتقي ربنا فيكي اوتوماتيكلي. دي انا 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 الناس اللي كويسة مع اهلهم عموما، مش بس راجل او ست، بحطهم فوق راسي بجد يعني. بالنسبة لي دي حاجة مهمة قوي. بتضايق قوي لما الاقي حد، مش هقول مش كويس مع اهله، بس اللي هو مش على طول معاهم، مش على طول بيسال عليهم، مش هم برايورتي يعني. بمعنى اصح انا بشوف ان الاهل دول اولويه يعني، اهم حاجه. خايفه انه يقلق من شغلك؟ لا
بصي، اللي بيثق فيكي وعنده ثقة في نفسه وتشز مهمة جدا، لو حد مع أي سواء ممثلة مغنية إعلامية يعني أي حد public figure يعني، لازم الراجل يبقى واثق في نفسه. لو هو واثق في نفسه عمره ما هيتضايق ولا هيتهز. عمره قالك أحب فيكي إيه؟ لا هسأله. شكرا جدا يا حسين. يا حسين لازم أعرف، في حاجات كتيرة بس أنا لازم أعرف. هي في حاجات كتيرة تحب طبعا. إيه اللي كنتي مصرة إنه ما تكرريهوش؟ يعني حاجة وحشة قلتي أنا لازم أخد بالي إنه الشخص اللي أنا هرتبط بيه ما تكونش فيه الصفة دي. لا، ده الحاجات دي بقى عندي من زمان قوي. يعني أنا ما أقدرش أبقى مع حد مثلا بخيل. بخيل ده بحسه بخيل في سيبك من الفلوس خالص، انا بتكلم على بخل المشاعر، الكلمه الحلوه، السؤال، المعامله، والخيانه. دينا لا تتحمل الخيانه. لا 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 لا، ليه؟ يعني اصلا الفكر بالنسبه لي مش مفهوم. ولو حصل امشي يعني. بالظبط. فاهمه قصدي؟ ليه بحسه كده تقليل، من بيهز حاجه جوه الست. انت تعرضتي للخيانه قبل كده؟ زمان. في بداياتك يعني. يعني انت ما مرتيش بعلاقات كتيره يعني. بالظبط. بس اقول ثلاثه حاجات كده يعني. بس اقول لك حاجه، هو احنا في بنت ما تعرضتش لده؟ سواء عرفتي او ما عرفتيش. صح. بجد انا بشوف بقى حظها حلو اللي بتعرف عشان تمشي. حظها حلو اللي بتعرف ولا ما بتعرفش؟ اللي بتعرف. اللي ما بتعرفش دي وهي متقبله. على فكره هو في ناس بيبقوا عارفين بس بيكملوا، ودول انا مش جادجمنتال، ما اقدرش احكم على حد، ولكن انا لو في المكان ده مش هعمل كده. بس في واحده بيبقى بيت مفتوح وهي مش هتقدر على ان العلاقه دي تخلص، واراهنك ان من جوه هي بتبقى متدمره، لان انت عارفه وساكته، لانك وانس قلتي ده هيبقى بقى علني بقى. يعني هيبقى فيه بجاحة من الناحية التانية طبعا. فأنا بالنسبة لي الحظ الحلو ان انت تعرفي من بدري. شكرا. لما عرفتي مشيتي في لحظتها؟ طبعا. الوجع اكتر من خيانة اللي بتحبيه وبترتبطي بيه ولا من خيانة صاحبتك؟ لا، البنت طبعا. تخيلي. واجهتيها؟ لا لحد دلوقتي. لا بس كنا صغيرين. لا. التجربه دي علمتك ايه؟ والله انا نفسي اكون بتعلم. ما تقوليليش. لا هقول لك، يعني انا بحس ان انا عندي حاجتين. يعني ايه؟ يعني مثلا لما حاجه بتحصل ما بحبش اقول يا ريتني عملت كذا، او بحب ان انا اتعلم من اللي حصل. بس في حاجات للاسف انا كدينا كشخصيتي ما تفهميش، بنسى ولا ايه اللي بيحصل. عندك قدره على التسامح؟ قوي، وساعات بتبقى غلط. وبابايا الله يرحمه كان كده، يعني ممكن حد يعمل فيه حاجه وحشه قوي 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 وتنسي وينساها، هو اصلا مش فاكر. يعني انا ممكن افكره اقول له دادي فاكر، مش ده اللي عمل مش عارف ايه، يقول لي كده. انا عندي الحته دي شويه. ويمكن تبقى ميزه على فكره. هي ميزه طبعا. عشان يعني والله اصحابي ساعات بيقولوا لي هو انت ازاي بتسلمي على ما اعرفش ايه، ازاي انت مش فاكره دي قد ايه؟ لا ده نسيت ان كده. يمكن دي ميزه يعني، يمكن دي عشان الواحد ما يبقاش شايل. مش ناقصين بقى، مش ناقصين والله كفايه. يعني بشوف الدنيا بيحصل فيها ايه اصلا. في التجربه الثانيه بقى اتعلمتي ايه؟ كل تجربه بتعلمك حاجه. انا اللي اتعلمته ان ربنا بيجيب في حياتك ناس في اوقات لازم يبقوا في الوقت ده في حياتك. يعني زي ما بقول لك مثلا على حسين، لا هو انا وقت اهلي انا الحمد لله ان هو كان موجود، هو واصحابي كمان واخواتي. يعني ان يبقى حواليكي السبورت سيستم ده. انت فقدتي والدك ووالدتك بينهم 5 اشهر. ده كان صعب جدا. انت كنتي مرتبطه بمين اكتر؟ بصي دايما بطلع اتكلم على بابايا اكتر، ولكن
مامي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي قوي، لانها طيبه قوي وجميله قوي وجدعه قوي، بتحب الضحك والهزار والحياه. مامتي فضلت متمسكه بالحياه. مامي جالها كانسر ستيج 4، احنا عرفنا لما كان خلاص، هو في الاول كان في البنكرياس، بعدين راح على الرئه، وبعدين طلع على المخ. مامي كانت بتقيس حاجات وتقول لما خف هلبس ده، لما مع... فهي اصلا وخلاص كانت حاجه و30 كيلو، يعني اي حد مش متمسك بالحياه او ما بيحبش الحياه قوي كده كان انهار. هي فضلت لحد يوم وفاتها كانت متوقعه ان احنا خارجين من المستشفى، اللي هو يلا يدينا. ابويا قصه مختلفه، يعني كل اللي يعرف علاقتي انا وديدي الله يرحمه بيقولوا لي اصلا دي مش علاقه طبيعيه، يعني انت مريضه. هو كان بس فريند، ديدي اكلمه البس ايه، ايه رايك في ما اعرفش ايه، بحكي له كل حاجه في حياتي من وانا صغيره. لسه قبل ما انزل كنت بتكلم مع مايا دياب بقول لها هو انا شكلي هبدا افوق للي حصل، انا كل انت لسه ما فوقتيش. لا لا انا ما انا اصلا مش متخيله ان هم مش موجودين. الحكايه دي كملت سنه ولا لسه؟ بابايا كمل. باباكي علمك ايه؟ لا هو علمني كل حاجه، يعني لو انا فيا حاجات حلوه وهي هي بتاعته هو مش بتاعتي، كان احلى حاجه في الدنيا. تفتكري ان هو الفتره القصيره دي عشان هو ما استحملش يعيش من غيرها؟ لا ده دادي توفى قبل مامي. اه باباكي توفى الاول؟ بابايا مات فجاه. فجاه؟ فجاه. بابايا كان جاي يفطر معايا في رمضان وكلمني قال لي لا انا بقول له يلا يا ديدي عملت لك الملوخيه وكان بيحب فراخ البلدي والملوخيه فخليتهم يعملوها له كده، ومامي قاعده عندي فبقول له يلا يا ديدي عملت لك الملوخيه وكده انت فين؟ قال لي انا بس تعبان شويه شكلي عندي برد هنام شويه واجي. فسبته ينام، لقيت السواق مكلمني استاذ محمد مش كويس وببعت له بقى وهو كان بيرد عليا، والكاميرات عندنا بصيت على الكاميرات، هو كان عنده كلبه اسمها ليتشي بحبها قوي، يعني كان بيتلخبط في اسمنا، يعني بيقول لي يا ليتشي بيقول لها يا دينا من كتر ما بيحبها. كان نازل بيمشيها عادي مفيش حاجه خالص، لقيت السواق مكلمني قال لي استاذ محمد مش كويس خالص، فبتكلم ما بيردش. بعدين لقيته بيقول لي معاكي مفتاح الشقه، فعرفت ان مش قادر يقوم يفتح، هو كان لوحده في البيت النموي عندي لان امي كانت عايشه عندي اخر 6 شهور يعني عشان كانت تعبانه. بس جرينا بيه على المستشفى، اختي كانت اقرب له لان اختي ساكنه وراء بيت اهلي يعني. راح المستشفى قالوا لنا تسمم في الدم، المعده اتخرمت. هو بابايا كان زي الفل فيهوش حاجة خالص، يعني ما عملش عملية ما فيش حاجة، دخل بقى وقتها عملوا له حاجة اسمها استكشاف بس، فالقلب ضعاف، بعدين تسمم في الدم ده ما لحقهوش، وقعد يوم ونص في المستشفى. ولسه انت مش مستوعبة قصر الفترة دي بالنسبة لك عامل لك ايه؟ يعني دينا بتكره الوحدة، نفسيا حصل لك ايه؟ بتهيألي ان انا لهيت نفسي بالشغل قوي عشان كده دلوقتي لما بيبقى يعني حتى عندي اجازه ببقى حاسه ان انا مش عايزه اجازه، عارفه يعني انا يعني انا بقعد اقول هم مسافرين هم مسافرين هم مسافرين، بس بقول لك لسه كنت بقول لمايا بقول لها وانا هبدا استوعب ولا ايه. وبرده كنت بكلم مصطفى حسني يعني عشان بحبه قوي، قال لي ان غالبا قال لي يعني باباكي كان بيدعي ربنا كتير عشان بابايا عارف هو ايه بالنسبه لي. انا كنت بقعد اقول له انسى ان انت تموت الاول، انا موت قبلك طبعا كده كده كنت بقول له كده. فبيقول لي هو غالبا كان بيدعي ربنا يديكي السكينه دي لما هو يموت، لان انا حصل لي حاجه. انا اول ما قالوا لي اصلا هم افتكروني اتجننت الناس، لان الدكتور طلع قال لي بقاء لله، قعدت اقول له هما بيحكوا لي بقى، قعدت اقول له لا 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 انت غلطان، بابايا اسمه محمد عبد الباري الشربيني، روح بس هتلاقيه، وعماله اقول لهم دادي جاي دلوقتي. في ساعتين كده انا مش فاكراهم خالص لحد ما دخلت له، حسيت احساس وحياه ربنا عمري ما حسيته في حياتي، حسيت
قعدت اقول له يا دادي انت طول عمرك عايش عارفه اطمئنان على سكينه كده، كان هو بيقول لي يعني انا هفضل معاكي ما تخافيش. بس بتكلميه ساعات بتحسي مثلا بتقولي له حاجه يعني في حوار بينك وبينه؟ ببعت له فويس نوتس على طول حتى دلوقتي. تبعتي له فويس نوتس؟ انت مش عايزه تفقدي التواصل معاه؟ بس من كتر ما هو جميل وطيب انا عارفه انه في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه بجد، يعني هو اصلا ما كانش يستاهل يبقى هنا، فاهمه؟ لما بيجي لك الوجع ده بتختصي ولا بتروحي للدكتور ولا بتعملي ايه؟ لا بحس ان انا ما ببقاش عايزه افكر، يعني بقعد ادعي، اقرا قران، اعمل بقى الحاجات اللي تفيده، بس دماغي مش مقتنعه ان هو مش موجود. تبعتي فويس نوتس ايه؟ يعني اخر مره بعتي له قلتي له ايه؟ يعني بقول له ان هو وحشني وكده. كفايه بقى نخرج فاصل. نخرج فاصل. ودينا انسانه فيها كل المشاعر واللخبطه وكل حاجه، يعني انا بس حبيتكم تشوفوا جزء من الانسانه الحقيقيه اللي انا اعرفها دينا الشربيني. فاصل ونرجع. ايه رايك في كل ده؟ حلو. انا عايزه اقول لك في حاجات كتيره قوي بقالي كتير ما شفتهاش. زميلنا خالد جمال قعد يدور لك يدعبس لك في كل مكان. ثانك يو بجد على اللي عامله، عاجبني قوي. فاكره كل ده؟ فلاش باك كده، هو جاب كل حاجه فعلا تقريبا. طول عمرك نفسك تبقي ممثله من وانت صغيره؟ وكان سر بقى. كنتش بقول لحد خالص. يعني من امتى فكرتي وانت صغيره عايزه ممثله بتمثلي في الاوضه بقى وكده؟ وانا صغيره ما كنتش فاهمه، بس كنت قرفاهم في البيت بنفس الحاجات بحفظها وامثلها لهم. يعني مثلا كان عندي مسرحيه علشان خاطر عيونك، انا كنت حافظاها صم، سك على بناتك. كان عندي بقى حاجات كتيره قوي، الزوجه 13، مراتي مدير عام، حاجات دي كنت برجع من المدرسه يعني بجري علشان اقعد اتفرج عليها. مين الممثله اللي كانت حلم بالنسبه لك قوي يعني؟ شاديه وسعاد حسني. الله. يعني كنت هما الاثنين لما اتفرج لهم على حاجه بدخل جوه، وطبعا شريهان في المسرحيات طبعا. فكان عندي كده، كنت بقعد حتى بابايا الله يرحمه دايما كان بيقول لي يعني بنقعد نكلمك انت فاصله ومش موجوده. وقعدت بقى مخبيه السر ده شويه، وبقعد بقى اعيد الحاجات. كان وقتها عندنا فيديو بقى، مش ايوه مش شرايط. شرايط، تعملي ريوايند واكتب. أيوة. اكتب انا لا فاهمه يعني ايه سيناريو صغيره، فكنت بكتب اللي بيقولوه واعمل بوز وارجع تاني للجمله. لحد بقى ما صارحت بقى بابايا بقى. أول دور عملته، أول دور كان عرض خاص. وكنت طالعة شخصيتي تقريبا، كنت وبرضه حظنا كان حلو إن احنا أول حاجة عملناها كانت بطولة، كنت أنا وياسمين رئيس وكريم فهمي، وكان معانا مصطفى الريدي وعلاء حسني، وطبعا طبعا عزة أبو عوف الله يرحمه. الله يرحمه. مين اختارك يعني دخلتي إزاي؟ بصي حصلت حاجه غريبه قوي، انا رحت قلت لبابايا، قلت له انا عايزه امثل، قال لي مامتك لو سمعت هتنهار، قال لي احنا مش هنقول خالص. قلت له لا انا عايزه ادخل معهد وعايزه، قال لي لا انت هتدخلي جامعه عادي جدا وخدي اكتنج كلاسز جنبها. وده حصل فعلا، اخدت مع مروه جبريل، دخلت وقتها ام اس اي وكنت ماس كوم ميجر ادفرتايزنج، واخدت اكتنج كلاسز مع مروه. وانا بعمل الاكتنج كلاسز جالي ان في اوديشن في دريم عايزين مذيعات، فقلت مش هروح. فبقول لبابايا بقول له ده عايزين مذيعات، قال لي بس حلو قوي. هو بابايا بقى كان نفسه ابقى مذيعه. ايوه. فقال لي حلو قوي ودي ستاب حلوه قوي وروحي. قلت له اصلا مش هياخدوني، قال لي بس روحي وكده هنقدر، اولا هتتعودي على الكاميرا، تاني حاجه اكيد هتتعلمي، تالت حاجه مامتك هناخدها لها ستاب باي ستاب. ورحت وقبلوني، ما تسالنيش ليه. شبابي. ايه اصعب حاجه في موضوع المذيعه؟ برضو احب اسالك يعني ايه اصعب حاجه؟ والله انا عشان كنت صغيره وقتها، انا كنت لسه في الجامعه، فانا ما كنتش فاهمه مسؤوليه المذيعه وان انا برنامج هوا.
انا كنت عيله. انت اتخذته على برنامج هوا على طول. ده كان هوا. بس اقول لك حاجه بقى، انا حصل لي موضوع الالتزام من البرنامج ده لان كل اصحابي كانوا خلاص بيخلصوا الجامعه بيروحوا يتعشوا يخرجوا، انا لا، انا عندي هوا من 6 ل 7، فانا يومي اوريدي من الساعه مثلا 2 بذاكر، 3 ببدا احضر، انا في الاستوديو، ما كانش عندي اجازه وقتها تقريبا غير جمعه وسبت. بقى لما دخلتي في التمثيل ودور ورا دور حبيتي الشغلانه، قررتي ان انا عايزه اكمل كده؟ انا اصلا ما كنتش عايزه ابقى مذيعه، انا كنت عايزه امثل. فانا اخدت في التمثيل بقى خلاص. طبعا هو ده الباشن بتاعتي، هو ده هدفي. كان دينا لما يكون عندها هدف بتجري وراه حتى لو في عقبات. اما بحط حاجه في دماغي بتعمليها. يعني مش كل الاعمال نجحت، واكيد أكيد. في الاول الاعمال ما كانتش يعني بوم. اكيد بس الحمد لله حظي كان حلو. يعني مواطن اكس نجح، طرف ثالث نجح، حكايات بنات نجح، كل الحاجات دي كانت ورا بعض. حاسه انك انت بتتحسني كممثله، بتتفرجي على نفسك؟ يعني في حاجات ما بحبش اتفرج عليها، بس ليتلي لا، عشان بصي انا دايما بنتقد نفسي حتى في الحياه، يعني انا شخص كده، بس حاسه ان لما بتفرج في حاجات كتيره قوي لا بقول انا ازاي عملت كده هنا، انا ما كانش المفروض اعمل كده، انا كان لازم اعمل، فحاسه اني بتعلم. بتشوفي تعليقات الناس ولا ما انت بتقولي ما ببصش على السوشيال ميديا؟ ما ببصش بس لما حد بينتقد، وهو بقى بابايا الله يرحمه اللي كان بيبعت لي الحاجات دي، يعني اما حد بينتقد وحد فاهم في الانتقاد طبعا باخد برايه. لكن مثلا يقولوا دينا رفيعه قوي، دينا ما انت فاكره قالوا عليكي حاجات كتيره. قالوا اسوا اصعب حاجه اتقالت، اسخف حاجه. اسخف حاجه ما قالوا سلعوه. سلعوه عشان رفيعه يعني. يا ريت والله، يا ريت اهو. لا كنتي ارفع من كده. كنت بس الفتره دي كنت في المستشفى على فكره، يمكن عشان كده اتضايقت وقتها. يعني انا كان عندي مهرجان الجونه، وكان عندي التزام مع هادي الباجوري ان احنا عندنا اغنيه بنصورها لمهرجان الجونه. انا كنت في مستشفى الجونه. ليه كنت عيانه عندك ايه؟ جالي اخدت دواء، الدواء ده طلع بينزل الميه اللي في الجسم. وانا ما بشربش ميه كتير، فانا كان يعني كان هيحصل لي مشكله في جامده يعني. مشكله جامده. انا جالي احساس كانه هارت اتاك، ودخلت المستشفى وكنت معلقه محاليل فانا رايحه ريد كاربت، وانا اصلا يعني لسه شايله حالا محاليل. فعارفه ما تصعب عليكي نفسك كده انه انك حاسه انه يعني النجوميه والشهره سخيفه لانها ضاغطه جدا كمان. يعني انا انسان عيان، كنت عيانه بالظبط، لازم اطلع شكلي معين وحلوه بس انت رشيقه، وتهتمي بالرشاقه ازاي بقى؟ جيم، شفتلك صور كتير في الجيم. انا بلعب رياضه صراحه. انا خلي بالك انا باكل، يعني انا بحب الاكل. بتاكلي؟ انا دي بحب تاكلي والله، باكل دي. بس هقول لك ساعات لما ببقى مثلا داخله تصوير، عندي فرح، الحاجات دي ممكن لا، ممكن اقعد شويه بقى محافظه على اكلي. بس بقى انا بقى بتشيل اوزان اهي. بتشيل اوزان انا بحب الرياضه قوي، بس غصبا عني بقى وقت التصوير مش بتعرفي بقى تعملي كده. بس لا يعني تحب تلعب رياضه؟ كل يوم عندك سيستم رياضه كل يوم؟ لما ما عنديش تصوير بعمل كده، لما ما بيبقاش عندي. ولما تصوير. يكون عندك حاجه مهمه ما بتاكليش يعني؟ بعمل بقى دايت مثلا 3 ايام، دايت قاسي الحاجات عشان دي، عشان اخش في الفستان، عشان اخش في الدور. مش معقول افضل شفطت. طب خلينا نشوف لقطات برضو لدينا من اعمالها المختلفه. ولما ارجع عايزه اسالك، انت نجمه في الدراما في التلفزيون، لكن وفي السينما، لكن ليه السينما انا بحس انها مش بتكتب للستات؟ دايما الراجل نمره واحد، والست بتيجي موجوده ودورها مهم، لكن برضو مش دورها زي الراجل. ده حقيقي. صحيح. نشوف لقطات ونرجع. انت كويسه على فكره جدا بجد. يعني مش بس في الكوميدي، يعني المشهد بتاع سعداني. احمد السعداني هو كان جميل كمان، وانت مطلعاه من قلبك قوي. المشهد ده المشهد ده بحبه قوي، اكتر بحبه قوي قوي قوي. احلى بتقولي ايه غير كامل العدد؟ ايه احلى حاجه عملتيها بتحبيها؟ بحب قوي جراند اوتيل، وزي الشمس، وطرف ثالث ككاركترز، وكم مسلسلات كمان. طرف ثالث كنت بحب دوري قوي، وزي الشمس بحب المسلسل قوي، وجراند اوتيل دور ورد ده
وكان مؤثر مع الناس جدا. وكان نقلة أظن في عند دينا الشعبي. السينما عندك شقه في موجود في السينما. أيوة. بس برضو أنا مش شايفة أنه أنت في السينما أو مش أنت بس كل جيلك مش بيتكتب لهم, بيتكتب دايما للراجل. أكشن حتى لو كوميدي حتى لو أي حاجة, والست بتيجي موجودة دورها مهم لكن مش المهم. مش الدور الرئيسي. ده حقيقي, ده موجود ونفسي يعني نفسي يتغير, بس هو موجود فعلا. يعني جيل يسرى إلهام هلا صدقي ده آخر جيل اتكتب لهم. صح, من ساعتها ليلى علوي طبعا. طبعا لا, من ساعتها فعلا هو السينما بتبقى أكتر للراجل. بس برضو لسه في منى زكي, لسه في ياسمين عبد العزيز, وبرضو دي اسم كبير طبعا في السينما. طبعا بس برضو كتابة محدودة للستات يعني. بس الأسماء اللي قلتيها لا طبعا وهم عظام ولازم يتعمل لهم الحاجات دي, بس بعيدا عنهم ممكن. أنا مع رأيك إن السينما أكتر رايحة للراجل, وبيبقى عندنا إحنا أدوار مهمة على فكرة. بس تحت يعني تحت الدور بتاع الراجل. ممكن نشوف التيك توك. أنت نجمة في التيك توك. حتى ايه طيب مش عارفه ليه بتحب اشمعنى التيك توك؟ عشان بحس بعمل دور, بمثل يعني, بحس ان انا ما انا بحفظ بقى, بقعد احفظ بقى هقول ايه عشان الليبسينج وكده. بس حتى ايه هشوف اهو, هنشوف هم عاملين لنا مفاجاه. نشوف تيك توك دينا الشربيني يعني على التيك توك. يعني يا بنتي ما زهقتيش من التمثيل, بتكملي تمثيل؟ انت شغاله على طول. نشوف التيك توك. رهيبه في التيك توك. مين بينافس دينا الشربيني؟ انت مين منافسيكي؟ منافس؟ في الجيل ده كلنا في شغلناتنا عندنا منافسين. يعني انا عندي منافسين, انت عندك كده. بس انا ما اعرفش اقول مين. يعني مين بتبصي عليها وتقولي منافسه؟ ما انا فاهمه منافسه, بس انا مش عارفه. يعني انا خلي بالك انا عندي حاجه وانت عارفاني صح. مش بقول كلام وخلاص. انا مش عارفه مكاني في, يعني انا مش عارفه انا يعني. فانا صعب ان انا ارد على ده. يعني انا ببسط قوي مثلا من الكلام اللي حضرتك بتقوليه لي, او لما بروح حته وحد بيقول لي انت عامله حلوه قوي وانت بقيتي في حته حلوه قوي وكده. هتصدقيني لو قلت لك انا مش عارف, انا ما اعرفش والله. انا مصدقاكي. ما انا عارفه. انا ما اعرفش. ما اعرفش. بس انا بحب كل يعني كل مثلا المسلسلات اللي بقعد اتفرج عليها, ببقى بتفرج عليها بجد من قلبي مبسوطه. مين عجبك مؤخرا؟ يعني حاجه شفتيها لحد وعجبتك ورفعت سماعه التليفون كلمتيها وقلت لها على فكره انت عامله دورها؟ رمضان اللي فات. اي رمضان؟ رمضان اللي فات كلمت سلمى ابو ضيف. عجبني على قوي. نسبه مشاهده. وياسمين عجباني قوي, وليلى كانت جميله, وانتصار فظيعه. كلهم صراحه. طبعا السنه اللي فاتت تحت الوصايا كان منى ما حصلش. يعني منى مش محتاجه كلام. يعني مين النجمه اللي بتحبي خطواتها, اللي انت غير بقى سعاد حسني وشاديه وكده, اللي هي الخطوات في الجيل ده بتقولي خطوات مدروسه صح, انا عايزه ادرس خطواتي, انا مش عايزه اكون كده هلهليه يعني. بس انا بحب اعمالهم كلهم. يعني طبعا لو منى ونيلي كريم طبعا لو هتكلم هقول منى ونيلي ومنى وهند يعني وغادة. يعني كل حد عنده خطوات مختلفة, بس كل حد بتعلم منه حاجة. فصعب برضو ان انا اقول حد شخص. انتي مثلتي قدام معظم الابطال الرجال, في حد نفسك لسه تمثلي قدامه؟ عايزة امثل مع كريم عبد العزيز تاني. انا هو جميل. لا لا لا, فظيع. رهيب بجد, فظيع. هو عمل حشاشين رائع. وكريم في اللوكيشن بجد يعني بيحسسك ان مش عارفه اقولها ازاي, بس اللي هو بيساعد قوي, بوزيتيف قوي كده. انت فيكي شقاوه رهيبه
وتلقائيه فظيعه. يعني ادينا مثلا بقى مثلا تقول لك ايه، انا عايزه انا هعمل انترفيو، بعيدا عن هو ايه الانترفيو، هعمل انترفيو هقول ايه، فنتفق، هتقول 1 2 3 4 يا دينا، تروح بقى دينا تقول حاجه، فاكره تقول حاجه تانية خالص. حبيبتي يوم. انا مش قايله لك يا ماما، تقولي الثلاث جمل دول ورا بعض. بس ثانك يو، تقولي خلاص يعني انقذتني، مش هنقول ايه، ما علينا بس ما علينا. ترجع كنت محفظاني بجد، تلقائي فظيعه. نسيت انا وقفت قدام راجل سالني السؤال، اني افتكر قلت لي ايه، مش فاكره. حفظاكي انا الحاجات. لا بس ثانك يو. يعني عمرك اتخانقتي وسبتي لوكيشن؟ ده اخر سؤال. لا 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 عمري. طالع عندك كده؟ لا انا بس لا والله عمري. والله عمري. انا عايزه اشكرك. انا اللي بشكرك بجد، انت عارفه انا بحبك قد ايه، وانا وناس كتيره حوالينا بتفرج علينا بتحبك. وانت قدمتي مسلسل رائع في كامل العدد وكل الناس، وخالد الحلفاوي طبعا وكل الناس. احنا مستنيين بارت 3 ان شاء الله يا رب ان شاء الله، ومستنيين شغلك. عندك حاجه جايه مش كده؟ في مسلسل 10 حلقات نازل، بس مش عارفه نازل امتى، وفي حاجات بحضر لها ان شاء الله. رساله بقى لحسين دلوقتي. حسين احنا هنتعشى سوا بقى. ايوه هي دي الرساله، ان انا هاخدك دلوقتي ونروح نتعشى. رساله بقى. ثانك يو بس. هي دي الرساله. ثانك يو. وانا بقول لك شكرا وميرسي وثانك يو. انا اللي ميرسي قوي يا لميس، وبجد بجد اتبسطت معاكي، وثانك يو على الاستضافه الحلوه قوي دي، اللي بجد شرف ليا اني كنت معاكي والله، وانا كنت سعيده بيها جدا. ثانك يو. كامل العدد، ودايما ان شاء الله يكون نجاح كامل العدد لدينا الشربيني، لانها انسانه حلوه مش بس ممثله حلوه. شكرا دينا الشربيني. اي لاف يو. وبشكركم اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا هذا الاسبوع، قبل الاسبوع الجاي باذن الله. هذه لميس الحديدي، صباح الخير.